وعرفت ان السبب ورا الخراب والدمار والشحطاطة دي كلها عدو سافل غاشم اسمه العدو الصهيوني، وكرهت الصهاينة كره العمى. ربنا يحرقهم بجهاز يا شيخ. انت مش هتنام بقى جمال بيه؟ في 73 ابويا كان بيحارب في السويس في الحصار، وعبرنا وانتصرنا ورجعنا كرامتنا وارضنا. طبعا ده احنا اديناهم بالجزمة على قفاهم. انت مش هتنام؟ ابويا الله يرحمه استشهد في الحرب يا اخي. حتى الانتصار كان كله مرارة وحزن على ابويا اللي راح، وكرهت الصهاينة بعد كده اكتر واكتر. جمال بيه، واحنا هنحكي تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي في ليلة واحدة. ما تيجي ننام والصبح نبقى نكمل الموضوع على رواقه يعني. يلا. انا اللي قلقني يا ناجي بيه، ازاي انا هنا وازاي انت هنا، وازاي انا نايم في مكان ساكن فوقي واحد اسرائيلي وتحتي واحد اسرائيلي. ما تنساش ان انت ساكن قدام واحد مصري برضه. ها جمال بيه، احنا جايين بنأدي واجبنا. مصر هي اللي جايبانا، احنا مش جايين من نفسينا ولا كنا عايزين نيجي. بص، الحياة عاملة زي ماتش الكورة، الكوتش قال لك تلعب باك تلعب باك، ما ينفعش كل واحد يلعب على قد تفكيره وعلى مزاجه. دي أدوار في الحياة ومكتوب علينا نلعبها. فهمتني؟ فهمتك يا كبير. أنا حاسس باللي جواك، بس الأيام هتخليك تعرف اللي أنا بقوله صح. يلا بينا. في حد جاي لك يا ناجي بيه؟ لا، ده ناس جاي لي كده عشان موضوع يعني. اسرائيليين ولا ايه؟ هم الليبيين. انت ناس اللي احنا في تل ابيب، انت بتسمح لهم يخشوا بيتك كمان؟ الموضوع ده ما تحسمش على الباب هنا. روح نام وبكره الصبح هنكمل الموضوع ده. شالوم. شالوم شو ناجي. ما كلمتونيش ليه قبل ما تيجوا؟ ادينا لك رنه يا ناجي بيه. رنه؟ اعوذ بالله، مفيش منك فايده. تعرفوا الراجل ده بيته لما اتحرق ادى المطافي رنه. ردوا عليه قال لهم الحقوني بيتي بيتحرق. رد عليه مدير المطافي قال له انت فتحت عليا ليه؟ اقعد. ايه؟ برضه مش هتلعب معانا يا ناجي بيه؟ لا يا ابن عمي، أنا قلبي ضعيف، لو خسرت بولة أروح فيها. يمكن تكسب. لا 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 لا، أكسب مين؟ لا لا لا، أنا أتفرج بس، أفرح للكسبان وأزعل للخسران. ما أنت بتاخد على المية عشرة. شوف السمسار بيقول إيه؟ بصص لي في لقمة العيش، ما أنت عايش على كده. وأنت بتعتق. يا رافي، خسرت برضه؟ ها، بقالك مده بتخسر. معلش يا جماعه، انا اسف، انا واضح ان انا فقدت تركيزي تماما. سوناجي، الاقي معاك 5000 شيكل سلف. عارف انا ما اتاخرش عليك يعني يا رافي، بس كده المبلغ اللي عليك جامد، هسدده ازاي؟ ما انا هسدد مسيو ناجي، انا فقت وهبتدي اكسب، هسدد. طيب انا هخش اجيب لك الفلوس من جوه، بس اكتب لي شيك. حاضر. ها، وخانة التاريخ خليها فاضيه، انا حاملاها. اوكي. خانة المبلغ اكتبه 5500. ده باركينج، دي هتبقى فلوس وافة. اوكي بسيلي، اوكي حاضر.
بوكو ميس إليه. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. مين اللي جاي دلوقتي يا مستر ناجي؟ ده يكون جمال بيه، مع العلم هو قايل انه هينام. ده الضابط بتاع الشباك اللي كنت واقف معاه الصبح يا رافي. يوسف كرمي؟ مين اللي جابه؟ انت تعرفه؟ ولا عمري كلمته. نعم، أنا الرائد يوسي كرمي من الشباك. خير. رافي دافيتوفيتش عندك؟ أيوه عندي. في حاجة؟ تسمح أدخل؟ بصفتك إيه؟ بصفتي صديق مش أكتر. هو رافي قريبي وكنت عايزه في مسألة شخصية. أنا بك تكلمه في التليفون، تروح له البيت، إنما تطب عليا كده من غير إحم ولا تصور. لا، أنا راجل دبلوماسي وأنا حوصل اللي أنت عملته ده لفوق، وحكبر الموضوع ده ومش حاسكت عليه. أرجوك اهدأ يا ناجي بيه. أنا مش عايز رافي بس، أنا عايزك أنت كمان. عايزني في إيه إن شاء الله؟ عندي بعض الاستفسارات البسيطة. استفسارات؟ أنا أي استفسارات تتوجه لي يبقى عن طريق الخارجية المصرية، هي بس اللي تخاطبني مش أنتوا كده. برضو صحوا الناس، مفيش حاجة جمال بيه، دي بلاوي بتتحدف علينا. ده جمال عبد الناصر المستشار الإعلامي في السفارة المصرية، هو ده اللي هيفضحكوا ويجرسكوا في العالم كله.